واغسل البذور في المصفى او في الصفايه بتاعتنا اللي هي الشبكه دي، ما تنشفش، نحطها في الكيس ونقفل عليها كويس، وتعال نشوف بعد اسبوعين ايه اللي هيحصل. لا يفضل ان انت تحط دلوقتي كومبوست، لكن لو عاوز تحط كومبوست وروح رادم، وممكن تسيب البذره فوق، لان خلاص الساق اللي تحت البذره بقى الساق اخضر، فانا لو دفنت البذره وجي شويه ميه البذره شربتها، البذره نفسها لو شربتها كل الشتله دي هتموت، اكنك بتعدمها كده. وسط الاسبوع يا اما بروي بهيوميك اسيد، ما عندكش هيوميك اسيد، يلا بينا. السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده والزرع سنين. النهارده هنتكلم عن بذور الجوافه، ازاي نزرعها ونكبرها ونخليها شجره. نقي تكون كبيره، تكون معسله، ما تكونش خضره، تكون مستويه، واخد البذور بتاعتها. ممكن وانا بعمل عصير اخد كل البذور بتاعت العصير، واغسل البذور في المصفى او في الصفايه بتاعتنا اللي هي الشبكه دي، او في قماشه لو ما عنديش المصفى دي او كده، او ايه ست البيت مش عايزه تسلفها لنا يعني، لكن هي ما تحلمش بعد كده ان احنا هنديها من الجوافه بتاعتنا بعد ما تطرح ان شاء الله. طيب هنغسلها غسله بسيطه جدا دلوقتي، حطيتها في المنديل وهنقفل المنديل ونسيبها من اسبوع لاسبوعين، وبعد كده نبص عليها نشوف ايه. ما تنساش ترش ميه خفيف جدا على المنديل وتحطها في الكيس زي ما اتعودنا، بحيث ان هي ما تنشفش، نحطها في الكيس ونقفل عليها كويس، وتعال نشوف بعد اسبوعين ايه اللي هيحصل. وهنا بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع هتلاقي البذور لبتت. هيهمكش من اللون الاسود ده، لان اكيد في بعض البذور عفنت او ما غسلتهاش كويس، فكان في بقايا جوافه او حاجه فبرضو عفنت، مش مهم خالص، المهم ان البذور شغاله 100 100. يلا نزرعها في الكوبايات ونشوف هنعمل معاهم ايه من ري وتسميد ومعدل شمس وحراره علشان البذور دي تصح ان شاء الله وتبقى شتلات. يلا بينا. جبت كوبايات التشتيل، مليتها تربه خفيفه، 2 رمل 1 طينه او بيتموس. لا يفضل ان انت تحط دلوقتي كومبوست، لكن لو عاوز تحط كومبوست يبقى على الخلطه الكبيره قوي اللي هو الجردل اللي انت بتغرف منه، حط كبشه ايد واحده بس كومبوست يكون متخمر، مش كومبوست حي. يعني ما اروحش عند المشتل اجيب شويه كومبوست واحطش منهم على طول، او الزبله حمام او بتاع. ويفضل طبعا لا السبله ولا الزبله نشتغل بيها دلوقتي خالص. لو عايز كومبوست نباتي ده بيبقى خفيف جدا، وبرده لسه الدنيا فيها لسعه بروده كده لمده اسبوع ولا حاجه، احنا دلوقتي خلاص في 22 او 23 2، فيعني ايه ماشي موافقين. هناخد واحده من البذور اهي، البذره تمام اهي 100 100 اهي، ونشوف هنعمل فيها ايه. وبالمثل بقيه البذور هناخدها، طبعا البذره هي للفوق والجدر ده لتحت. طب لو هي لفه على نفسها كده هعمل ايه؟ يا اما تحطها على الجنب يا اما تحاول توقفها كده. طيب يعني هنيجي على الكوبايه اللي هي دي واحطها كده اهي على جنبها كده، واروح رادم، وممكن تسيب البذره فوق، لان خلاص الساق اللي تحت البذره بقى الساق اخضر، فانا لو دفنت البذره وجي شويه ميه البذره شربتها، البذره نفسها لو شربتها كل الشتله دي هتموت، اكنك بتعدمها كده. خلاص وادي البذره اهي باينه. وبالبخاخ على الجوانب كده بس ايه نروي، ادي الميه اهي بتنزل، وادي البذره باينه اهي. ممكن نديها نقطه ميه تقوم تحفر الطينه اللي حواليها باينه اهي، علشان البذره نفسها تبقى بعيد عن الطينه وبعيد عن الرطوبه، لان البذره دي عباره عن الورقتين الفلقيتين اللي بيشقوا البذره ويطلعوا، فانا مش عايز فيهم ميه. خلاص كده 100 100، شويه الرطوبه دي هتنزل تحت كده. خلاص كده انا ممكن دكه خفيفه، خلاص كده ممكن ااكد كده انا زرعت بذره. هزرع كل البذور بنفس الطريقه وارجع لكم. وبكده اكون خلصت تشتيل كل الشتلات. يعني لو الدنيا ساعة شوية عندك ممكن تعمل لها صوبة او تدفيها. ادفيها ازاي؟ يا اما اجيب كيس نايلون واحطه عليها، بس مش على الوش، يعني يبقى مرفوع شوية. ممكن اجيب طبطين هنا وطبطين هنا، او حتتين خشب هنا وحتتين خشب هنا، واقفل الكلام ده بكيس، او اجيب كوبايات واروح حاططها كده تكون مخرمة من فوق طبعا، او اجيب ازايز واقطعها بيبقى كل ازازة على 2، نص كده ونص كده، تشتغل يعني الازازة تشتغل على كوبايتين، ازايز شفافة طبعا عشان تسمح بدخول الضوء ولكن تحبس الحرارة او تحافظ على المحتوى الحراري والمحتوى الرطوبي بتاع البذرة. في حاجة مهمة جدا بس كده اتسألت لي من احد الاعضاء الكرام، لما انا بقول مثلا هنسيبها اسبوعين ونرجع لكم، انا مش قصدي ان انا هروح اسافر اسبوعين وارجع،
انا اقصد ان انا برضو هبقى متابعها في الري، ولو في حشرات هرش حشري، لو في سطح التربة كتم هنكش سطح التربة، وهرجع اوريكم مرحلة النمو بعد اسبوعين. مش قصدي ان انا هسيب الشتلة تماما اسبوعين فارجع عليها ميتة، ما اقصدش كده خالص، عشان في تقريبا حد عمل كده ولقى الشتلة ميتة، فكانش ده قصدي خالص يعني. فلما بقول لكم دلوقتي هرجع لكم بعد اسبوع، يبقى انا كل يوم هرشها بالرشاش الصبح وبحطها في مكان بعيد عن الشمس وبدفيها زي ما حضراتكم شايفين، وبعد اسبوع نشوف مرحلة نموها خلال اسبوع هيحصل فيه. يلا بينا. وبعد حوالي شهر ونص الجوافة كبرت. انا طبعا كنت نقلتها في جردل 2 لتر علشان تشد شوية، وبالصدفة الجردل 2 لتر ده طلع فيه نوة بلح نبتت مع نفسها كده، انا بنفصلهم بعد كده. المهم ان هي طولت حوالي 15 سنتي اهي. هنبتدي نعمل ايه اللي متفقين عليه من عمليات تقليم للشتلات الصغيرة؟ ان احنا نبتدي نقص الاوراق اللي قريبة من التربة اللي تحت دي، اهو كده اهي ورقة اهي، يعني اربع ورقات من تحت كده كل شهر او حاجة، بحيث ان احنا نحس النبات على انه يطول لفوق. تمام، ممكن والله ناخد بيه كمان، مش هتقول لا، كمان علشان النبات الساق بتاعه يبتدي يتخن. بقى اؤكد ان الاشجار ما بنقومش بتقطع القمة النامية، الكلام ده في الريحان وفي النعناع وما شابه، علشان ندي نموات جانبية، لان الريحان والنعناع يعني يقربوا من نوع او فصيلة الشجيرات اللي هي لا يتعدى طولها المتر او متر ونص. لكن الشجر انا بفضل سايبه يطلع زعزوعة كده او ساق واحدة كده لحد ما يوصل لمتر ونص على الاقل، وابتدي اشيل القمة النامية. ده غصب عننا، الخوخ بقى والتفاح والمانجا واي نوع من انواع شجر احنا بنزرعه، حتى العنب والليفة. ليه الكلام ده؟ علشان طبعا مع مراعاة العنب والليفة دول متسلقات، يعني احنا ممكن نسيبه يطلع 3 متر يعني، لكن كده ولا كده العنب والليفة ليهم قصة تانية، ان هما ملهمش قمة نامية. يعني احنا اول ما بنزرعه، اول ما بتيجي يعني لو عدى عليه سنة او سنة ونص والساق بتاعه ابتدى يخشب، الورق بتاعه كله بيقع بالقمة النامية بتقف وكل حاجة بتقف، لحد ما نبتدي في الربيع تلاقي نموات جانبية على طول. فدول لهم قصة تانية يعني، متساقطات الأوراق ليها قصة تانية، لكن الجوافة مش متساقطات أوراق، فهنفضل سايبينها لحد مثلا ما توصل متر أو متر ونص. طيب المتر أو متر ونص معناها لو الساق بالطريقة دي هيتكسر، لازم الساق يتخن، فلازم أوصل الغذاء أو أركزه على إن الساق يكون قوي. ما يهمنيش الطول دلوقتي خالص، يعني أنا لو عايزه يطول هعمل إيه؟ هخفف عليه الشمس، يوم يحصل إيه؟ هتلاقي الورق بتاعه وسع، وهتلاقي الساق بيطول بسرعة. دي عملية سرولة، ده كلام فارغ، احنا كده بنقتل النبات. المهم ان هو ياخد شمس كويسة، مية كويسة على قد القصيص، قلنا مفيش حاجة اسمها بروي كل يوم، يعني هي مش قاعدة. القاعدة ان جفاف سطح التربة بخمسة سنتي او بثلاثة سنتي، والقصيص يكون على قد الشمس، ما تبقاش الشمس 12 ساعة وانا بزرع في قصيص 10 سنتي، لا طبعا الزرعة اللي فيها هتموت، هتتعب جدا يعني، خصوصا لو احنا مزودين الرمل او مسامية التربة. طيب على العموم، يبقى انا هسيبها دي تطول، نشوف كده بعد شهرين ولا حاجه مفروض تطول كمان 10 سنتي، يعني تبقى ارتفاع حوالي 25 او 30 سنتي، وهنشوف ساعتها هنعمل فيها ايه، عمليه التقليم الثانيه والتربيه. وكده خلاص وصلت للمستوى اللي انا عايزه من بذره الجوافه، وصلت لحد هنا اهي، جميله جدا، حوالي 25 سنتي من تحت من عند التربه. طبعا هنعمل اخر حاجه ان احنا برده هناخد، انا لسه قطع من 3 4 ايام برضو ورقتين من تحت، بس هقطع برضو ورقتين من تحت عشان اثبت على المعلومه دي اهو. فهتلاقي الساق حلو قوي وشايل 4 5 6 ورقات يا دوبك بالكتير، قمه الناميه ممتازه اهي. الساق نفسه بقى خلاص نصف خشبي وبقى جديد حلو قوي، مش محتاجه تتنقل لان هي محطوطه في ازازه 2 لتر 100 100 برضو. الورق ممتاز لان زي ما حضراتكم شايفين انا حاططها وسط مجموعه، ادي شتله خوخ اهي 35 او 40 سنتي، وادي شتله خوخ تانية بقت 50 سنتي،
انا حاططها وسط طبقة من البوانسيانا والريحان وكده اهو، فكلهم بيضللوا على بعض، دي اللي اسمها شمس مقبله. التسنيد بسمت كل اسبوع شاي كومبوست خفيف في الصيف وشاي كومبوست تقيل في الربيع والخريف، وفي الشتاء بنحط كومبوست دايركت على طول في التربه. ده التسميد بتاعي، مش محتاجين نتكلم على التسميد تاني. وسط الاسبوع يا اما بروي بهيوميك اسيد، ما عندكش هيوميك اسيد يبقى عندك حمض الستريك اللي هو ملح الليمون، ما عندكش ملح ليمون حمض الفوسفوريك حلو جدا، ما عندكش حمض الفوسفوريك يبقى اخر حاجه اروي بخل، خل ابيض، خل تفاح، اي نوع خل، معلقه كبيره على لتر ميه واروي النباتات كلها، كل النباتات جوه وبره كله. ده بيساعد على إذابة الأملاح الزائدة والمترسبة في التربة وتحويلها لمادة دون الدخول طبعا في تفاصيل كيميائية، تحويلها لمادة يسهل على الجذور امتصاصها. لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع ده أنا سايب لك في آخر الفيديو فيديو كارثة زيادة الملوحة والإجهاد الحراري على النباتات وكيفية حلها أو طرق الحل المنزلية السهلة البسيطة، حتى لو كان الزرعة دي مزروعة في برميل او في جردل مش لازم قص صغير، هسيبها لك في علامة الاي فوق وفي شاشة نهاية الفيديو. والكمبوست احنا طبعا عاملين كمبوست منزلي في 3 اسابيع بس في الصيف او في الشتاء، برضو هسيب لك في شاشة النهاية وبرضو في علامة الاي فوق. ولحد هنا اعزائي في كل مكان تكون خلصت حلقتنا النهاردة، الزرع وسنين وكيفية واسرع طريقة زراعة الجوافة من البذور ووصول الشتلة لحد 25 سنتي وشتلة قوية جدا زي دي. ادعم القناة بانك تعمل لايك واشتراك لو انت مش مشترك عشان تحمسنا ان احنا نكمل ونطلع فيديوهات تانية. لو عندك فيديو معين عايزه او لو عندك اي اقتراح سيبه لي في الكومنتات تحت. شير الفيديو ده لاصحابك عشان معلومة عم الكل يستفيد، زكاة العلم نشره، وحتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.